لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في صحيفة المدى، منظمة دولية: موصليون يعانون النزوح ونقص الخدمات بعد 4 سنوات على تحرير مدينتهم. في موقع يقينات: العراق الأول عالميا بكمياته، ألغام ومخلفات حربية تهدد ثلث سكانه. في العربي الجديد: البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024. في القدس العربي: مفوضية الانتخابات العراقية بدء عمليات إعادة العد والفرز يدويا في 5 محافظات الثلاثاء. الشرق الأوسط: أنباء عن تفاهم روسي إيراني لإخلاء مطار التيفور السوري. في نيويورك تايمز: إدارة بايدن قد تعترف بموت الاتفاق النووي مع إيران، وإسرائيل تواصل التخريب متجاهلة تحذيرات واشنطن. وفي ناشيونال انترست: عقد الانتخابات الليبية في موعدها سيقود لحرب أهلية وتقسيم جديد للبلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ من صحيفة القدس العربية ومقال تحت عنوان: العراق الشعب يريد وطنا والميليشيات تريد وطنا. هيفاء زنجنة كتبت: الانتخابات المبكرة التي نادى بها المتظاهرون والمعتصمون على مدى عام كامل للتخلص من الفساد والطائفية والإصلاح العام والتحرر من الاحتلالين الأمريكي والإيراني خلال انتفاضة تشرين أكتوبر عام 2019 سرعان ما استولت عليها واحتوتها أحزاب الميليشيات من خلال تعبئة وتحشيد وتخويف أفرادها من الآخر وتجريدهم من إنسانيتهم، وتحول الثمن الغالي الذي دفعته الجماهير متمثلا باستشهاد وإصابات واعتقالات وتعذيب تجاوز 10 آلاف من المحتجين، تحول إلى عملة مقايضة لصالح الأحزاب ذاتها التي ساهمت بارتكاب الجرائم بلا مساءلة. من يراجع إنجازات النظام العراقي الحالي منذ غزو البلد وتركه عرضة للنهب وساحة للصراعات الخارجية سيجد أن ذلك ممكن وأنه تجاوز حدود الاختطاف الجسدي للمواطنين، حيث بيّنت مظاهرات ميليشيات الأحزاب المتربعة على السلطة في أسابيع ما بعد إجراء الانتخابات بأن من بين مهاراتها متعددة المستويات قدرتها على اختطاف أساليب النضال الجماهيري والتلاعب بها إلى حد يصعب فيه أحياناً التمييز ما بين الحقيقي والزائف. فالانتخابات التي تم ترويج لها بقوة إعلامياً ومادياً بدعم دولي لا مثيل له، ناهيك عن تشجيع المرجعية الشيعية الداعية إلى المساهمة في الانتخابات بعد أن اختارت غالبية الجماهير مقاطعتها والتي تم وصفها بأنها من أكثر الانتخابات التي شهدها العراق نزاهة وشفافية وسلاسة، سرعان ما تحولت حال إعلان النتائج بخسارة عدد من ميليشيات الأحزاب إلى انتخابات زائفة ومزورة ولا يمكن القبول بها إطلاقا. وكما هو واضح من نزول متظاهرين من الميليشيات الحزبية الخاسرة إلى الشوارع والاشتباك مع قوات أمنية والتهديد باقتحام المنطقة الخضراء، رمز المحتل الأمريكي والحكومة العراقية بالنيابة معا، لأن خبرة ما يقارب 20 عاما من استلام الأحزاب الميليشياوية السلطة قد أثمرت من ناحية سرقة جوانب من آلية النضال الجماهيري الذي عاشه العراق بشكل متواصل منذ أيام الاحتلال الأولى عام 2003 في النزول إلى الشوارع والاعتصام ومقاومة المحتل بكل السبل الممكنة وتحرير الوطن. وحقق النظام نجاحا معقولا في استغلال المطالب والحقوق وإعادة تدويرها وتقديمها بشكل شعارات شعبوية مغلفة بقدسية ذات بعد مذهبي تساعد على تقبلها وكأنها من صلب حقوقها التاريخية. وتضيف الكاتبة: لم تقتصر عملية اختطاف حقوق ومطالب متظاهرين انتفاضة تشرين على الشعارات واللافتات والنزول إلى الشوارع ونصب الخيام والاعتصام، بل امتدت إلى جوانب ثقافية
مع توفر الدعم المادي الكبير ووجود التغطية الإعلامية عبر قنوات تملكها الأحزاب أو مدفوعة الأجر، كان بإمكان هذه الأحزاب تمرير أجندتها الزائفة على نسبة من السكان، خاصة بعد اختطاف وإعادة تدوير مطالب منتفضي تشرين، لولا لجوءهم إلى ما يجيدون ممارسته فعلا، وهو استخدام العنف بأشكاله المتعددة مع اختطاف وتعذيب وحملات الاغتيال بشكل علني. من صحيفة المدى نقرأ تقريرا جاء فيه ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الدولية في تقرير جديد لها أنه بعد مرور أكثر من 4 أعوام على حرب الموصل، فإن أثار الحرب المدمرة لم تبقى فقط واضحة للعيان، ولكنها بقيت في مشاعر أهالي محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل. يقول مدير منظمة أطباء بلا حدود في العراق إيزدر فان دير ووردت: الناس يعتقدون أنه عندما تنتهي المعركة فإن الأمور جميعها ترجع لطبيعتها بشكل اعتيادي، ولكن الحقيقة هي أن عملية التعافي تستغرق سنوات إن لم تكن عقودا من السنين. ويضيف فان دير ووردت قائلا: كثير من البنى التحتية الأساسية قد تدمرت أو تضررت خلال المعارك، وكثير منها ما تزال بحاجة لإعادة إعمار وإعادة تأهيل. منشآت الرعاية الصحية في الموصل تعاني الكثير من أجل تغطية الاحتياجات، وقسم من الناس ليس لديه ما يكفي من مال للعلاج، أما لأنهم فقدوا كل شيء أثناء الحرب أو لأنهم بالكاد يستطيعون توفير ما يحتاجونه للمعيشة. في هذه الحالة فإن الرعاية الصحية المجانية التي نقدمها تعتبر حيوية بالنسبة لهم. لا يزال الكثير من أبناء الموصل يعيش حالة نزوح، والأمراض النفسية والصدمات التي يعاني منها الأهالي لا تزال من دون معالجة، وأن كثيرا من المنشآت الصحية وأيضا البنى التحتية الأساسية المتضررة في المحافظة لم يتم تأهيلها وإصلاحها بعد. نشرت وكالة يقين تقريرا مفصلا حول الألغام وأن العراق الأول عالميا بكمياتها وتهدد ثلث سكانه، وفي ما يتساقط المزيد من الأبرياء في محافظات عديدة، تقول وزارة الصحة إنها لن تتمكن من إغلاق هذا الملف بشكل نهائي قبل عام 2028. وعزى مسؤول في وزارة البيئة ضعف جهود رفع المخلفات في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى إلى قلة المخصصات المالية. وما تزال هناك ألغام أرضية تعود لحقبة الحرب العراقية الإيرانية من عام 80 و900 ألف وحتى عام 88 و900 ألف وحروب عام 1991 و2003، إضافة إلى العمليات العسكرية أبان اجتياح تنظيم الدولة داعش لعدد من المحافظات بين الأعوام 2014 و2017. وانطلاقا من مساحة المنطقة الملغومة، يصنف مرصد الألغام الأرضية لاند ماين مونيتور العراق بالمرتبة الأولى بين أكثر دول العالم تلوثا بالألغام، فضلا عن الذخائر العنقودية والمخلفات الحربية الأخرى. وتبلغ المساحة الملغومة ما يقرب من 3 مليارات متر مربع في عموم العراق. وبالإضافة لهاتين المحافظتين، برزت ديالى وصلاح الدين وكركوك والأنبار من بين المحافظات التي تحتوي على كميات كبيرة منها، وسجلت أكثر من 50 ضحية خلال هذا العام، أغلبهم من الأطفال والنساء والرعاة. وخلال العقود الثلاثة الأخيرة حصدت الألغام في المناطق الجنوبية فقط أرواح 19,000 مواطن بحسب التقارير. وقال ضابط في قسم مكافحة القنابل بوزارة الداخلية إن مناطق شمال وغرب البلاد تشهد أيضا سقوط ضحايا بسبب انفجار مخلفات حربية، وأغلب الضحايا من رعاة الأغنام. ويشكل نقص المعلومات المتعلقة بهذه الألغام عائقا إضافيا أمام الجهود الرامية للتخلص منها، فبحسب تقريرين منفصلين صدرا عن الجمعية الدولية لحظر الألغام الأرضية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان،
فإنهما لم تحصلا على ما يكفي من الخرائط والمعلومات عن الألغام وعددها وأماكن وجودها من أجل اعتمادها في وضع خطط للتخلص منها. ثلاثة عقود من التفاوض العبثي مع إسرائيل ألم يحن الوقت للمراجعة؟ يتساءل الكاتب حسن أبو نعمة، حيث يقول بعد أحداث شهر مايو أيار الفائت في القدس الشيخ جراح وغزة وعموم الأراضي الفلسطينية، حيث قدمت تلك الأحداث مزيدا من الأدلة الدامغة ليس فقط على عجز السلطة الفاضح عن الوقوف إلى جانب شعبها، بل وعزز تخاذلها المعروف وتعاونها مع الاحتلال، القناعة بأنها أصبحت عبئا على القضية وعقبة حقيقية في طريق أي عمل فلسطيني لمواجهة الاحتلال، سواء كان ذلك بالمقاومة المشروعة أو بالعمل الدبلوماسي. ولكن على الرغم من أن الأوضاع الدولية والإقليمية والعربية ومن ضمنها وضع السلطة الفلسطينية تبدو مواتية لإصرار إسرائيل على التمسك بكل مكاسبها وعلى رفض الدخول في أي مفاوضات يترتب عليها القبول بحلول توفيقية وربما تنازلات، إلا أن الحفاظ على الوضع الراهن لن يكون مضموناً. هكذا أثبتت الأحداث على طول عمر الصراع، لا يمكن أن يتخلى الفلسطينيون عن حقوقهم السياسية وعن أرضهم مقابل صدقات المجتمع الدولي وحسن نية الاحتلال، ولا يمكن أن يقبل الفلسطينيون بالأسر الأبدي مقابل لقمة العيش. وقد شهدنا أن فترات الهدوء الخادع لم تكن إلا جمراً ملتهباً تحت الرماد، وعلى كل من يعتمد أن الاحتفاظ بالوضع الراهن وأن الدخول مجدداً في حلقة المفاوضات العبثية سيتحولان إلى سلام واقعي أن يقرأ أحداث شهر مايو أيار الفائت عندما انطلقت الشرارة من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لتشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها التي احتلت عام 48 و900 ألف، بالإضافة إلى غزة طبعا. وهنالك أمثلة كثيرة غير ذلك، ولم ينس أحد ولم يدجن أحد على الرغم من مرور الزمن، خلافا لتوقعات كثيرين لم تحدث معظم الحروب بقرارات بل بصواعق صغيرة نتيجة أحداث صغيرة، ومن الطبيعي تبعا لذلك ونظرا إلى إسراف المحتل الصهيوني في غيه وعدوانه أن يحدث الانفجار في أي وقت طال الانتظار أو لم يطل. يبدو أن السلطة لم تستوعب أيا من الدروس القاسية، دروس الدجل والفشل والتراجع والهزائم، وفوق ذلك كله درس المعاناة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ولا يزال منذ ما يقارب 100 عام. يبدو أن السلطة لم تدرك بعد أن الوضع لا يحتمل مزيدا من التدليس التفاوضي بأي قدر، وأنها لا تستوعب القول الحكيم تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت وكل الناس بعض الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أعده مراسلوها ديفيد سانجر وفرناز فصيحي وستيفن أرانجل ولارا جيكس، قالوا فيه إن الإدارة الإيرانية الجديدة تحضر لأول اجتماعات دولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع أن الإشارات لا تظهر أنها ستعود إلى اتفاقية 2015. ففي الأشهر العشرين الأخيرة اغتالت المخابرات الإسرائيلية عالما نوويا إيرانيا، وأحدثت تفجيرات بأربع منشآت نووية وصاروخية على أمل شل عمل أجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود النووي، وتأخير اليوم الذي ستكون فيه طهران قادرة على بناء قنبلتها النووية. لكن المخابرات الأمريكية والمفتشين الدوليين يقولون أن إيران أعادت إصلاح المنشآت المتضررة وشغلتها من جديد، وركبت آلات جديدة تقوم بتخصيب اليورانيوم بسرعة كبيرة. فعندما تعرضت منشآت لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في الربيع الماضي إلى ضرر كبير ودمرت معظم المنشآت والكاميرات وأجهزة الاستشعار التي ركبها المفتشون الدوليون، فقد عادت المنشأة للعمل نهاية الصيف. وقال مسؤول أمريكي بسخرية إنها خطة طهران لإعادة البناء بشكل أفضل،
وترى الصحيفة أن اللكمة واللكمة المضادة هي جزء من التصعيد في الأشهر الأخيرة بين إيران والغرب، وهي مواجهة ستزداد سخونة مرة أخرى في فيينا. فلأول مرة منذ تولي إبراهيم رئيسي الحكم في إيران، يخطط المفاوضون الإيرانيون لمقابلة نظرائهم من الصين وروسيا في نهاية الشهر الحالي، ومناقشة الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015 التي حدت من نشاطات إيران النووية. وقالت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين حذروا الإسرائيليين من أن الهجمات المتكررة على المنشآت الإيرانية قد تكون مرضية للنفس من الناحية التكتيكية، لكنها تترك أثراً عكسياً. رغم تفاؤل المسؤولين الأمريكيين قبل 5 أشهر من إمكانية العودة للاتفاقية النووية، إلا أنهم أكثر تشاؤماً اليوم مما كانوا عليه عندما توقفت المحادثات في حزيران يونيو. ويبدو نص الاتفاقية اليوم ميتاً، ومعه ماتت رؤية جو بايدن القائمة على العودة للاتفاقية النووية في أول عام من حكمه، ثم بناء أمر أقوى وأبعد. حذر الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بن فيشمان من أن تؤدي انتخابات كانون الأول ديسمبر إلى حرب أهلية في ليبيا، وقال إن ليبيا انتقلت نقلة واسعة عندما أوقفت حربها الأهلية الثالثة في منتصف عام 2020، وتخاطر بعودتها أو قد تقسم البلاد من خلال الانتخابات المتعجلة. وأضاف أن نجل زعيم ليبيا معمر القذافي الذي قدم مرة على أنه شخصية بعقلية إصلاحية ليتحول إلى مطلوب بجرائم حرب، قدم أوراقه معلنا عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 من كانون الأول ديسمبر. كشفت طموحات سيف الإسلام عن مشكلة من مشاكل عقد الانتخابات الشهر المقبل، فلو سمح له بالمشاركة فقد يقاطع من ثاروا ضد والده الانتخابات أو يتبنوا العنف. ومن جانب آخر، لو رفضت المفوضية العليا للانتخابات ترشيحه فربما قاطع أنصار النظام السابق الانتخابات أو قاموا باستخدام العنف وتخريبها. ونفس الدينامية ستحدث لو رفض أو قبل ترشيح أمير الحرب في منطقة الشرق خليفة حفتر. ومن الحكمة أن يتم تأجيل الانتخابات لفترة معينة حتى حل جميع المشاكل نظراً لمناخ الاستقطاب العالي. وهناك 3 أسئلة مهمة يجب على الليبيين التوافق عليها: أي المؤسسات التي يجب انتخابها؟ وبأي تسلسل؟ ومن سيسمح له بالترشح؟ ومع تراجع المنبر الذي خلقته الأمم المتحدة لحل الموضوعات هذه، في الصيف الماضي استولى السياسي الماكر في شرق ليبيا عقيلة صالح وملأ الفراغ السياسي واضعاً قانوناً انتخابياً ومرره عبر مجلس النواب الذي يترأسه، ولم يلتقي المجلس منذ انتخابه قبل 7 أعوام إلا نادراً بسبب الطريقة التي جرى فيها انتخاب أعضائه والمقاطعة اللاحقة لعدد من أعضائه لجلساته. وصادق ممثل الأمم المتحدة على قانون صالح دون أن يناقش محتوياته مع بقية المكونات السياسية الليبية المؤثرة وبخاصة من الغرب. ولا يزال صالح المرشح المحتمل للانتخابات الليبية تحت طائلة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة لعرقلته محاولات جمع الليبيين معا في عام 2015. الغائب في المعادلة هنا هو دستور متفق عليه، ويدعو قانون الانتخابات الحالي إلى نظام رئاسي ببرلمان ضعيف، وسيتمتع الرئيس بالسلطات التنفيذية وسيعين الحكومة ويتولى قيادة الجيش. تخطط وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإطلاق مركبة فضائية ليلة الثلاثاء ستصدم عمداً أحد الكويكبات على بعد أكثر من 6 ملايين ميل بسرعة تصل إلى 15,000 ميل في الساعة. وفي حين أن الكويكب لا يشكل أي تهديد للبشرية على الإطلاق، فإن الهدف من المهمة الاختبارية هو تحديد ما إذا كان اصطدم جسم ما عن عمد بكويكب هو وسيلة فعالة لتغيير مساره،
وبالتالي استخدام هذه التقنية إذا نجحت للدفاع عن الأرض يوما ما من كويكب قادم. وأطلقت ناسا على الاختبار تسمية إعادة توجيه الكويكب المزدوج، وهو نظام كويكب مكون من كويكب يبلغ ارتفاعه 780 مترا، وقمر كويكب ثنائي يطلق عليه اسم ديمور فورس يبلغ ارتفاعه 160 مترا. باستخدام الكاميرات ونظام الملاحة المستقلة ستصدم المركبة الفضائية عمدا بالقمر الصغير بسرعة 6.6 كيلومترات في الثانية وفقا لوكالة ناسا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.